السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد جوج وصفات اللي كيتواتاو مع بعضياتهم بالنسبة للناس اللي كتعجبهم الريب مع الحرشة. غنقدموا معكم الريب اللي كيجي بحال ديال المحلابات ومع واحد الحريشة اللي معمرة بالفروماج والزعتر اللي تاهي كتجي زوينة بزاف في المذاق. كنتمنى يعجبكم. نبداو على بركة الله ونبداو هنا على بركة الله بالمقادير. عندنا هنايا واحد لترو ديال الحليب، عندنا واحد دانون اصيل ديال الفاني، وعندنا واحد 3 معالق السكر. السكر تيبقى على حسب الذوق واش حلو ولا لا. بالنسبه 3 معالق ديال السكر كيجي هو هذاك. وعندنا هنا واحد 2 ساشي ديال الفاني. وغادي نبداو هنا بالمرحله الاولى. غادي ناخذ واحد نص لترو ديال الحليب، غادي نديروه في كاسرون، وغادي نضيفوا عليه دوك 3 معالق ديال السكر، وغادي نحركوهم مزيان حتى نشوفوا داك السكر داب لينا مع الحليب. غنبقاو نحركوه على هذه الطريقه. وهنا من بعد ما حركنا داك السكر مزيان هو والحليب، غنديروه فوق البوطه يدفى، نحركوه غير شويه، نخليه غير يدفى ما نخليهوش حتى يسخن. وغادي ندوزو المرحله المواليه. غادي ناخذ واحد الاناء واحد اخر، غنديروا فيه داك نص لترو ديال الحليب اللي بقى معانا، غادي نخويوه، غنخليوه هذا بارد ما غاديش نسخنوه. ومن بعد غادي نضيفوا داك 2 ساشي ديال الفاني اللي ذكرنا من قبل. ماما وغادي نخويو حتى داك دانون ديال الفاني يكون اصيل. صافي هنا من بعد ما خوينا العناصر كاملين نبداو نحركوه مزيان حتى نحسو بداك الفاني ديالنا داب مع الحليب ما بقاش محبب. وهنا من بعد ما وجدوا معنا الخليط بجوج، غادي نخويو الخليط الاولاني على الخليط الثاني، ونبداو نحركو فيهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. الخليط الاولاني تيكون دافي والخليط الثاني تيكون بارد. صافي نبداو نخلطوهم على هذه الطريقه هذه حتى يتجانسوا لنا مزيان مع بعضياتهم. وهنا من بعد ما وجد معنا الخليط ديالنا، كنكون وجدنا واحد الكيسان فاش نديرو داك الرايب ديالنا. صافي كنبداو نخبو فيه على هاد الطريقه هادي. وهنا من بعد ما قادين الكيسان على هاد الشكل، درنا 5 الكيسان، غناخدو واحد الكوكوط اللي نكونو درنا فيها واحد الماء اللي سخون، ونديرو الكيسان على هاد الشكل هذا. وديك الساعه ندير واحد المنديل وعاد نسدو عليها بالغلاقه مزيان باش يوجد معنا بسرعه. هنا من بعد ما درنا في كوكوط وسدينا عليه في الفران باش يوجد معنا بسرعه، هنا كان دازت واحد 4 سوايع راه كان وجد معنا وجدنا على هذا الشكل هذا. المهم هو كتصايبوه في الدار كيكون اقتصادي وكيكون نقي وصايبتوه في الدار وعارفين شنو فيه. المهم انا راه كيعجبني الرايب بزاف، ومن النهار اللي جربتوه في الدار بهذه الطريقه ما بقاش كنعاود نشريه مزنقه نهائيا، حيت كنت كنشريه مزنقه بزاف كانت يعجبني، ومن جربته في الدار ما بقيتش كنعاود نشريه حيتاش في الدار تيكون نقي واقتصادي، وفي نفس الوقت راه بحال نفس المذاق، يعني ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. كيجينا على هذا الشكل هذا. وهنا كنت قدمت معاهم واحد الحريشات اللي معمرين بالفروماج اللي حتى هما دابا غنبدا معكم الطريقه ان شاء الله. نبداو على بركه الله ونبداو هنا بالمقادير على بركه الله. عندنا هنايا واحد 2 زلايف ديال السميده، عندنا 2 كيسان ديال الماء، عندنا هنايا نص كاس ديال الزيت، وعندنا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال العسل، وعندنا هنايا واحد المعلقه صغيره عامره ديال خميره الخبز، وعندنا هنايا نص معلقه صغيره ديال الملحه، وعندنا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الطحين، وعندنا هنا ساشيه وحده ديال الفاني، وحده خماره.
خمارة الحلوى. بالنسبة للفاني راه هي اختيارية، ماشي ضروري ديروها، الا تقدروا تستغناو عليها. وعندنا هنا الفرماج واحد الكمية على حسب الذوق، مع واحد المعلقة ديال الزعتر اللي ما عامرش مزيان. غادي ناخذ واحد الاناء غنديروا فيه دوك جوج زليف ديال السميده، خويا معلقه ديال الطحين، نص معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره، غادي نديروا داك خماره ديال الحلوه نضيفوها، وغادي نضيفوا ديك الساشي ديال الفاني حتى هي، وغندير واحد المعلقه ديال العسل كبيره عامره مزيان. غادي نخويو داك نص كاس ديال الزيت، من بعد غادي نخلطوا هاد العناصر كاملين اللي خوينا مزيان مع بعضياتهم على هاد الطريقه هادي، حتى كنشوفوا داك الخليط دخل فيه الزيت مزيان على هاد الشكل هذا. ديك الساعه نبدا نخويو في الماء، ونبداو نجمعوا في هاد الخليط مزيان. صافي، هنا من بعد ما دخلنا داك الماء في الخليط ديالنا غادي نسدو عليه بالسلوفان ونخليه واحد 5 دقائق ونرجعوا معكم. وهنا غادي ندوزوا للحشوه ديالنا، غناخذوا داك الفرماج نضيفوا عليه داك الزعتر، وناخذوا واحد الفرشيط نمعكوهم مزيان مع بعضياتهم حتى يدخل لنا داك الزعتر في الفرماج على هذا الشكل هذا. وهنا من داز 5 دقائق كناخذوا واحد المول ديال الحرشه على حسب المول اللي عندكم يتوفر لكم. المهم انا خديت هذه المعلقه ديال الكلاص، كندير جوج معالقات كيجيوني في داك المول ديالي ديال الحرشه، وانتم على حسب المول اللي عندكم شوفوا القياس باش ما بغيتوا تاخذوه. كناخذوا واحد الكميه ديال الفرماج كنديروها وسط داك الخليط اللي خدينا ديال الحرشه، وكنبقاو نكركبوهم على هاد الطريقه هذه حتى كنجمعوها مزيان. كنديروها في السميده وكنديروها في داك المول على هذا الشكل هذا، وكنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كنساليو العجين ديالنا كامل ونرجعوا معكم. وهنا من بعد ما قديناهم كاملين كنديروا الحريشات ديالنا في واحد المقله ولا على حسب شنو متوفر عندكم، ونبداو نطيبوهم على هذا الشكل هذا حتى نساليهم كاملين. وهنا كنبداو نقلبوهم على الجهه الاخرى حتى يتحمروا لينا، وديك الساعه كنديروا الكميه اللي بقات لينا حتى كنساليو الحريشات ديالنا كاملين. وهنا من بعد ما سالينا الحريشات ديالنا كاملين خبزناهم كيجيونا على هذا الشكل هذا محمرين، والفرماج اللي وصل منهم كيجي دايب على هذا الشكل هذا، ومع داك الزعتر تعطيهم واحد المذاق زوين بزاف. غادي تجربوهم ما غاديش تندموا عليهم. المهم انا كتعجبني الحرشه مع الريب، داكشي علاش قدمتهم لكم بجوج فيديو واحد، كيجيونا على هذا الشكل هذا، وحتى المذاق تيجي غزال، داك الزعتر والفرماج كيعطيهم واحد المذاق زوين بزاف. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله باذن الله. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى يكونوا عجبوكم هاد الوصفات بجوج اللي قدمنا معكم اليوم ديال الحرشه والرايب اللي كيتواتاو مع بعضياتهم. وكنتمنى الناس اللي اول مره غيشوفوا القناه ديالي يدعموني بالاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلهم اي جديد ان شاء الله، ويخليوا لي الاراء ديالهم في التعاليق. وبالنسبه للناس اللي عندي في القناه ديالي واللي ديما كيشجعوني كنتمنى حتى هما يخليو لي الاراء ديالهم في التعاليق باش يدعموني ونقدموا لهم ديما الجديد والاحسن ان شاء الله. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.